من أجمل المشاعر اللي كيعيشها الإنسان هو الحب، طبعاً إذا كان حب صادق من طرفين سواء البنت أو الولد، كان حب صادق صراحة أجمل المشاعر وأجمل إحساس. ولكن في الكثير من الأحيان كيلقى الإنسان عايش وسط واحد الحب وهمي وحب كاذب أو لحب من طرف واحد، فالنتيجة كتكون قاسية بزاف. نتيجة كتكون قاسية بزاف. المهم أنا كندور في السوشيال ميديا وأنا كنتصادف مع واحد القصة اللي ما ترتش انتباهي بزاف، ولكن بعض العناوين كيقولوا راه بكاتهم، كاين اللي بكات القصة، كاين اللي أثرت فيها، كاين اللي بزاف الحوايج اضطريت أنني نقراها، وفعلا قريتها وبكاتني، واخا قصة طويلة هي قصة للعبرة. كنتمنى أي بنت تقراها لأنها قصة للعبرة، صراحة قصة للعبرة. هاد القصة هادي أنا غادي نعاودها لكم بالمختصر حيت فيها 80 جزء. غادي نعطي ملخص ديال هاد القصة، خليكم معايا للأخير باش تعرفوا القصة، وباش في الأخير غادي نعطي واحد العبر اللي استفدت منهم أنا، وبعض النصائح اللي استفدت منهم حتى أنا من القصة. لأول مرة غيدخل لقناتي أو ليشاهد الفيديو ما ينساش اشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلوا أي جديد، ومرحبا بكم. في أحد المستشفيات ديال الأمراض النفسية كانت واحد الممرضة كتشتغل تماك، وكانت مقابلة واحد المريضة في مقتبل العمر تقريبا 20 سنة، العشرينات، كانت آية من الجمال، كان شعرها طويل وكحل ومسرسب رطب، وكانوا عينيها زورق، وكانوا حجبانها ما شاء الله كحل، وكانت زوينة بزاف، واخا كانت دابلة كان حروف الزين باينين فيها وباقين فيها، وكانت دائما جالسة في واحد القنت، وعندها واحد المونيكا، وهذيك المونيكا كحلة بالوسخ. وهاد الممرضة دي كتحاول تقرب من ديك البنت، رغم أن ديك البنت كتخاف بزاف من شي حد يتقرب منها. ديك الممرضة دائما كتشوفها طالقة داك الشعر، واللي كيجي كيقرب ليها الشعرة كتقول لهم لا لا لا، حتى واحد ما يقرب ليه، أنا راه ما كيبغيش، غادي يتقلق. هذا هو الجملة الوحيدة اللي كانت تتنطق بها في المستشفى، ملي كيجي يغسل لها شعرها أو يجمع لها شعرها كتقول لهم لا راه غادي يتقلق. حتى لواحد الناريات الممرضة داخلة باش تجيب ليها الماكلة ديالها والدواء ديالها، وهي تقول لها ديك البنت أنا بغيت مذكرة وقلم. والممرضة استغربت كيفاش حتى تكلمات ديك البنت وفرحات، وجات عندها قالت لها واش بغيتي غير مذكرة وقلم، قالت لها أنا بغيت مذكرة وقلم. وفعلا جابت لها مذكرة وقلم ب 15 يوم قبل ما تنتحر ديك المريضة هي والدمية ديالها. ممرضة دخلت الغرفة فكتفاجئ بديك المريضة منتحرة، شنقة على راسها وشنقة بجنبها الدمية تا هي شنقة على راسها، وهي كتنظف الغرفة فإذا كتصادف بديك المذكرة اللي كانت ديجا شراتها ليها، اللي كانت قبل شراتها ليها. وهنا غتبدا الحكايه ديال هاد البنت، وشكون هاد البنت هادي. هاد الفتاه غادي تاخذ ديك المذكره وغادي تكتب فيها القصه ديالها كامله، ومن بعد غادي تنتحر. هاد الفتاه كما قلت لكم ايه من الجمال ما شاء الله، كانت فتاه في مقتبل العشرينات من عائله برجوازيه، وكانت كتقرا طب في تخصص القلب والشرايين، كانت كتقرا في كندا، رجعها باها المغرب، فضل أنها تقرأ تحت عينه، كان خايف عليها تأثر بثقافة الأجانب، ثقافة الغرب، وتخرج للطريق حيث كانت محتشمة ومتدينة، وهما ناس طبيعي محافظين ولباس عليهم. قرأت 3 سنوات في كندا، وبقت لها 2 عامين باش تكمل التخصص ديالها وترجع للمغرب باش تساعد الفقراء وتعاون الناس، ولكن كتفاجئ بالرد ديال الأب ديالها أنها خاصة تكمل قرايتها هنا في المغرب، وهذا هاد القرار هذا كان ترفضه تماما. ملي رجعت للمغرب ما خلاهاش باها ترجع، وصدمات شويه وحاولت تجلس في البيت ديالها ما تخرج ما حتى شي حاجه، لعل وعسى الاب ديالها يغير الراي ديالو، ولكن الاب ديالها بقى
نمشي بحالاتي. وهي راجعة بحالاتها حيت عيات مضق في الفيلا ديال الأهل ديالها ديال الوالدين ديالها حتى واحد ما كيجاوبها. هي راجعة كتلاقى العساس، العساس اللي كان عساس في واحد الفيلا كيعرفهم، كيعرفها ملي تزادت. قال لها مالك يا بنتي واش كتسولي على شي حد؟ قالت له اه كنسول على هاد الناس. قال لها اه هاد الناس هادو. بقى تيعاود لي هذاك العساس ما عرفهاش لان البنت تبدلات، تبدل الشكل ديالها ولات مسكينه حالتها ولات ما بهاد بهاد المصطلح مجردله صافي. لا شفتيها تقولي هادي شي مسطيه راه هي كدور في الزناقي. بقى كيعاود لها قال لها هاد الناس هادو راه كانت عندهم واحد البنت زويونة بزاف ايام الجمال، نهضت هربات مع واحد الشخص. نهار اللي هربات مع واحد الشخص تخلات واحد الرساله للام ديالها. ملي طلعت الام البيت ديال بنتها لقات ديك الرساله، قراتها مسكينه وطاحت جهه انهيار عصبي وهما غاديين بها للمستشفى توفات. هي ملي سمعت الام ديالها توفات قالت له ماتت، بكى بالصدمه انها قالت له ماتت. قال لها ديك السيده ماتت والزوج ديال ديك السيده ناض تزوج بواحد البنت صغيره عليه قد بنته ومشى هز لانه ما رضاش قدام الناس، ما رضاش قدام عائلته ومشى مشى لكندا استقر تما. ووصى عائلته قال لهم الا جات يعني سخط على بنته، قال لها راه هذاك السيد داك الاب سخط على بنته، يعني حتى شي واحد في العائله ديالو ولا ديال مراته ما يقدر يستقبل ديك البنت، يعني ساخط عليها الدنيا واخره. وهي بقات تبكي بالخصوص ان امها ماتت، بقات تبكي ويعقل عليها داك العساس. قال لها واش انتيا هي ديك الفتاه الجميله؟ قالت له اه انا هي. ملي عقل عليها بقات فيه بزاف بزاف، خصوصا كي شافها في ديك الحاله ودوك الناس اللي خدامين اللي خدام عنده داك العساس. خرجت بنته وشافت فيها بواحد الوقاحه، قلت لها واش انتيا هي بنت فلان وهادي؟ وقالت له يلا يلا سير لخدمتك. بهاد الطريقه هادي هضرات مع العساس سير لخدمتك، يعني ما تعمرش معها السوق صافي. قالت لها سير اختي رجعي منين جيتي. بحال شفت فيها واحد احتقراتها خصوصا كي شافتها في ديك الحاله. العساس قال لها شوفي يا بنتي قبل ما غادي تمشي غادي تجي عندي، راه عطاني باك واحد الاب ديالك عطاني واحد الرساله وعطاها. بقات كتسنى، جاب لها هذيك الرساله وجاب لها شي حاجه ديال الفلوس وجاب لها جوج تفاحات. بقات فيه بزاف ما لقاش ليها الجد، هي كيحاول مع ديك بنت مول داك الفيلا عند من خدام تيقول لها زعما تجلس معايا، وراه ما لقاتش يعني ما قالت له لا ما تجلسش معانا، ما حتى واحد ما غادي يستقبلها. مشات وحلات ديك الرساله وكتقراها، كاتب لها باختصار الاب ديالها، كاتب ليها ملي غادي يعني بهكا حنا المغرب المغاربه يقولوا ملي يضربوك الحيوط وغادي ترجعي لداركم ما غتلقينيش، انا ساخط عليك. يعني ديك الرساله عامره بالسخط ديال الاب ديالها، ما حنش فيها كاع الاب ديالها. حنا اللحم اللي كيخنز راه كيهزو ماليه طبعا، كان علو يقلب على بنته. رجعت مسكينه للبحر، رجعت للبلاصه اللي كانت كتنعس فيها، رجعت للبلاصة فين تلاقت مع داك الحبيب ديالها. كتفكر الذكريات وكتنعس تما لان ما لقيتش فين تنعس، وتكرف صات تاني تعرضات للاغتصاب تاني. كاين اللي كيدفل عليها، كاين اللي كيدفعها، كاين اللي كيجي كيغتصبها صافي. ما بقيتش واعيه صافي، ولا الاغتصاب ولا بحال اللي شي حاجه اللي ولات دائما ولات متعايشه معها. وهذاك العساس مسكين مره كيجيب لها ما تاكل، مره تاني كتاكل الماكله اللي كيرميو ولا كتشيط على دوك الناس وكيرميوها في بيدو ديال فين كيرميو الزبل حشاكم، فين كيرميو الصليح كتمشي تما وكتهز ديك الماكله اللي شايط على دوك الناس ورامينا، ولا كتشرب من الماء ديال البحر، ولا بعض المرات كتدخل الجرده وكتقدر تسرق الماء وتشرب الماء. بقات هكاك متعايشه. واحد النهار كذلك العساس جمع واحد شويه ديال الفلوس وجا عندها وقال لها هاكي هاد البركه هادي، عاوني بها شي حاجه، ديري بها شي حاجه لراسك. بقات فيه بزاف، ولكن للاسف ما لقاش لها جد لانه حتى هو جالس عند الناس وحتى هو خدام عند الناس. هي شدات دوك الفلوس وهنا قالت غادي نرجع عند داك الحبيب ديالي، ربما يكون تبدل.
كنت خايفة على المونيكا ديالها، هي هادشي كامل والمونيكا ما كتفارقهاش، لان ديك المونيكا كنهداها ليها هاد الحبيب عدد صافي، وكتحس بها هي بنتها، يعني داك الجنين اللي ضاع ليها هي هذيك المونيكا، كتخيل ليها ان داك الجنين هو هذاك المونيكا. هنا يدوها بزز للمستشفى ديال الامراض النفسيه ومشات. فعلا ملي غادي توصل للمستشفى ديال الامراض النفسيه غادي تستقبلها هاد الممرضه اللي تكلمت عليها في الاول، وغادي عادي غادي تدوز الامور عادي. واحد النهار مره كتبقى تقرب من هذيك الممرضه، بقات فيها بزاف ديك الممرضه، مره غادي تحاول يعني بغات تعرف غير شكون هاد البنت، وغير هي منعزله، مره كتديها لواحد المكان يعني كتعزلها بوحديتها حيت ما كتقدرش على صداع. واحد النهار غتعرض لاغتصاب من مدير المستشفى صافي، وهما كانت شي ممرضه اخرى دايره لهاد المدير هذا، دايره له كاميرا باش طيحوا في، ماشي باش طيحوا في الفخ، انما دائما اي وحده اي مريضه جات راه كتعرض للاغتصاب، هما بغاو يوثقوا داكشي، داروا كاميرا وهو كيغتصب فيها، وهي صافي يعني داك الجسم ديالها ما بقاتش حاسه به، يعني واخا تعرض للاغتصاب واخا تعرض للضرب الجسم ديالها ما بقاتش حاسه به. ووثقوا داكشي والاجراءات اتخذت ضد ديال داك المدير، وتحاسب اكيد خد الجزاء ديالو. هنا هاد الفتاة قالت صافي يعني انا في الزنقة كنتعرض للاغتصاب، حتى لهاد المستشفى ما رحمونيش، يعني تغتصبت في هاد المستشفى. واحد اللقطة قالوا لي راه سمحي لينا راه حنا درناك بحال شكل يعني راه حطيناك تما ودرنا الكاميرا وهادي. قلت لهم يعني حسيت براسي انه ولات غير يعني كيستغلوها، استغلاتها باش دير بها كاميرا، وخاد الحوايج هادو بحال اللي ما داروهاش فيها باش غادي تتعامل مع هاد الممرضة، وفيها باش غادي تطلب منها مذكرة وقلم، وغادي توثق القصة ديالها اللي غتخرج تحكيها هاد الممرضة هادي. من بعد هاد الممرضة ملي توفات هاد البنت ومشاو دفنوها، تذكرت كذلك هاد الممرضة تهي عند اختها، تهي توفات ليها، كانت كتقرا في اوروبا وتعرفات على شي صحابات تما وقتلوها في اوروبا ودفنت في المغرب. وهاد الفتاة هادي دفنت حدا الأخت ديال هذيك الممرضة. واحد النهار قالت غادي نمشي غادي نزورهم، هي داخلة المقبرة باش تشوف، كتقولهم خواتاتي بجوج، كانت تعتبرت هاد الفتاة أختها، وهي داخلة المقبرة كتشوف واحد السيد كي جالس على كرسي متحرك يعني ما عندوش رجلين، وكيبكي على القبر ديال هاد الفتاة، وكيبكي بأحر جهده كيغوت. وهذيك الممرضه بقات كتقرب شويه بشويه باش تشوف شكون هذا السيد هذا اللي كيبكي على هذه البنت هذه. ملي تقربات منه سمعته تيقولها نوضي ما تخلينيش، نوضي ما تخلينيش. صافي هنا عرفاته هو هذاك الشخص اللي كانت كتقرا لي الحبيب اللي انتحرت على وديته. هنا ما كرهاتش ديك الممرضه تشدو دفنو حداها، ولكن خلاته تيبكي وشافته كيتقطع، وقالت له انا ما غاديش غادي نرحمك واحد شويه، واخا انت قالت له ما كتستاهلش الرحمه، وغادي نخلي لك شي حوايج كانت خلاتهم قبل ما توفى، خلات له المذكره وخلات هاد المونيكا وعطاتهم ليه، قالت له هاك قراهم. ومن بعد شهر ونص مشات ديك الممرضه لدارها، ومن بعد شهر ونص شي حد كيدق باب دارها، ملي حلات لقات ديك المذكره والمونيكا وهزاتهم. ملي حلات ديك المذكره طاحت منها واحد الرساله وهي تقراها، هاد الرساله فيها القصة ديال هاد الشخص. حتى هو كان دائما ملي يسمع الحبيبة ديالو انتحرات كان دائما كيجي للقبر ديالها، خصوصا ملي يشد المذكرة بدا كيقراها دائما، وقال لي انايا كنت فعلا سمحت فيها ونط وشريت دار وتزوجت بوحدة اخرى اللي كانت كتسحر ليا، وكانت طامعة في داري تاخدها، ودرت حادثة، يعني داك السيد دار حادثة تسير شوف ربي عاقبه، وتقطعوا ليه الرجلين، ولات ديك الزوجه ديالو كتدخل هذاك صاحبو مراد كتدخلو حدا عينيه، هو حدا عينيه هو كيشوف، وهي اللي كتدخلو بالاراده ديالو، وكتدخلو مع صحابو اللي كنحاسبهم اكثر من خوتو، واللي هما السبب حتى سمح في ديك البنت. قال لهم قال لها انا هادوك صحابي هما اللي لعبوا لي
بغاني صافي حسبتو راه بغاني راه ما كاينش. المهم في بزاف العبار وكنتمنى تستافدوا منه من نتوما. ما كنتمنى انه صراحه قصه زوينه، انا عجبتني وبكاتني صراحه الله بكاتني. وراه كاين ناس بزاف بكاتهم بناس يقولوا لها مراهقين، لا انا ماشي مراهقه، ولكن صراحه اثرت فيا هذه القصه هذه وبكاتني. اللي سمع هذه القصه يخليو لي تعاليق، يخليو نصائح، يا ريت تخليو نصائح في التعليقات. واللي مر من هذا الفيديو يا ريت يخلي شي نصيحه، ربما نستفد منها انا وواحد اخرى. يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. وشكرا على هذا الفيديو، واخا كان شويه طويل. شكرا بزاف ونتمنى نلقاكم في